يعني إلى أي حد أنه باقى ما زال هذيك النقابة تشكل واحد نوع من الرافد أو واحد القطع موازي للحزب تاع الشرك من أجل تقوية القاعدة ديالو وأيضا تصريف مواقفه؟ طبعا الحال النقابة هي واجهة أساسية لدعم المشروع المجتمعي التقدمي الاشتراكي، وفي نفس الوقت النقابة، وهذا شهادة زمان نقدمها خاصة مع الأخ الكاتب الأودة الشكر، أنه احترم استقلالية النقابة، احترمها بشكل حرفي ولم يتدخل في يوم من الأيام في الأمور النقابة. وبالتالي احنا جزء كبير داخل النقابة هو الاتحاد الاشتراكي للقوة الشرعية، والطبيعي أنه أن نشتغل داخل النقابة من أجل تقوية الصف الديمقراطي والدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وما إليه، وهذه هي المسائل التي يدافع عليها الاتحاد الاشتراكي. يعني نلتقي مع الحزب في هذا الأمر، وطبيعة الحال سيشكل هذا واجهة، هذه الواجهة اللي كيشتغلوا فيها الاتحاديين أيضا تساهم في الدفع بالحزب أن يأخذ مكانه الطبيعي.